السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ مكتبة جديدة اللي هي Init Address أو Internet Addresses. خلونا ناخذ مثال، خلينا نشوف Init Address شو راح نقدر نعمل بيها. في البداية أنا أجي أعمل Init Address، أوكي. بعد ذلك أجي أنطي له مثلا Init Address يساوي، أجي أقول له Init Address dot get name، get name، واجي هنا الهوست حكتبه مثلا this one فارس من قطع. لا تنسى تكتب على شكل string، اوكي، مو بعدين تذكر تقول ما اشتغل عندي، انتبه هنا string. بعد ذلك اجي اعمل system dot out dot print line هنا أنا أو عفوا أجر أسويها I dot get host name، get host name فارز من القطع. خلونا نعمل try نجرب. لحظة، هذا عايد للفيسبوك، هذا صحيح. شلون انا عرفت الاي بي؟ طبعا مجرد انه تعمل ping www.facebook.com وحيعمل ping للاي بي مال الفيسبوك، فاني اخذت الاي بي مال الفيسبوك وضعته هنا، ولما عملت run اعطاني facebook.com. اذا هذا الاي بي عفوا عايد لي موقع فيسبوك. اذا هاي طريقة استخدام الـ Init Address. احد الطرق مالته انه تستخدم الـ Get By Name، انه تكتب الـ IP، بعد ذلك عن طريق الـ Get Host Name تحصل على اسم هذا الـ IP، يعني هذا الـ IP عايد لأي موقع. طبعا ممكن تاخذ مثال اخر، فلنفرض انه Ctrl C نعمل ping الى www.google.com، نعمل Enter، Ctrl C حتى نوقف العملية. جوجل يحتوي على هذا الاي بي، نعمل له رايت كليك كوبي، نجي هنا الاي بي نعمل له بيست، نعمل ران مرة اخرى، نقول له اوكي هذا دوت نت. معناته انه هنا الجوجل دي تبع مالتي هوبينج. المالتي هوبينج انه ما يستخدم نود واحد، يستخدم اكثر من نود حتى يوصل اليك، فلهذا طلع لك بهذا الشكل. خلونا نجرب موقع ياهو. لو جينا عملنا ping www.yahoo.com، نعمل enter ونوقف، نجي ناخذ الـ IP للـ yahoo.com. خلونا نجرب نشوف يطلع موقع ياهو، فنعمل paste، نعمل run مرة أخرى، اوكي هذا عايد لي شركة ياهو. فإذا في هاي الطريقة احنا ممكن نحصل، اذا عدنا فقط اي بي ممكن نعرف هذا الاي بي عايد لمن، لشيء الشركة او منو عامل له هوست. هاي هي الفكرة. لهنا نجي لنهاية الدرس ونلتقي معكم ان شاء الله الدرس القادم. مع السلامة.